ما يترس عين الرجل وعين المرأة يا سيدي هو ما يكمل أركانا ثلاثة. إذا كملت المرأة احتياجاتي واهتماماتي ورغباتي لحظة، إذا كملت المرأة احتياجاتي ورغباتي واهتماماتي. واهتماماتي. وما يترس عين المرأة أيضا أمور ثلاثة، إذا كمل الرجل احتياجاتي واهتماماتي ورغباتي. نعم، أوكي. حينما تنادي المرأة أو تنادي الرجل بقصر الطرف، قصر طرف العين يختلف عن قصر الطرف النفسي. قصر الطرف العين إني مثلا بنت حلوة أغطي عيني عنها، أميل عنها، أو إذا ولد حلو كذا أميل عنه أنا أيتها البنت، هذا قصر الطرف العين. الأهم والأشد تأثيرا قصر الطرف النفسي. كيف؟ عندي احتياجات ما حققت فتكون نفسي تذكرني بتلك الاحتياجات، وعندي اهتمامات لم تشبع فتذكرني دائما بهذه الاهتمامات، لأني في حالة مراجعة دائمة، هل هذه كملتني أم لم تكملني؟ والمرأة نفس الشيء في حالة مراجعة تامة. وعندي أيضا طرفي النفسي يقول هل كملت رغباتي أم لم تكملها. إذن هي جلسة صراحة بين الأثنين، وش احتياجاتك يا رجل؟ يصارحون بعض، لازم مصارحة. أي والجلسة ورقة وقلم، وش احتياجاتك يا رجل؟ والله احتياجاتي مثلا، وعذرا على الصراحة يا طلال، قال الجنس. نعم، يجب أن تقبل هذا الاحتياج لأن هذا فطرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. نعم. لنفرض أنه ما تهتم بالجنس، ترى هذا عيب في المرأة، ووجوده عند الرجل بقوة ما هو عيب بل ميزة كبرى. أيضا لو وجد عند المرأة بقوة ميزة كبرى، ولو وجد عند الرجل أقل أيضا هذا عيب. طيب أنت وش احتياجاتك؟ المال. إذا يعطيها المال وتعطيه الجنس، طيب هذه علاقة مادية؟ لا، هذه تحقيق الاحتياجات. نجي للاهتمامات، ما هي؟ أنا والله اهتماماتي ثقافية، هي اهتماماتها والله عروس ومعروس. إذا هي تافهة؟ لا يا سيدي، ما هي تافهة، كان ممكن أن اهتماماتك تصير بر وما بر وبحر، وهي اهتماماتها مكتبات وكذا كما يحدث في بعض الأسر. كمل لها اهتماماتها يا أخي، تافهة، بل أنت التافه إنك لم تقدر الاهتمامات التي خلقت بها، لأنه قد ممكن أنك خلقت بهذه الاهتمامات. مثل المرأة المثقفة اللي تقول يا أخي تافه يروح بس بر وبحر، لا، أنت التافهة التي لم تقدر اهتماماتها. إذا عليك أن تقدر اهتماماتها وإن لم تسر مع اهتماماتك، وعليها أن تقدر اهتماماتك التي لم تسر مع اهتماماتها. إذا أنا أشبع اهتماماتي كمثقف، وأشبع اهتماماتها بسوق وغيره. لكي تستطيع أن تشبع اهتماماتك كمثقف، توفر لي مكتبتي ببيت، توفر لي كذا، وأحترم اهتمامات. جت من السوق قالت والله شفت كذا وصور كذا وكذا، أركز ونسمع، وأنا أشوفه تافه، تافه بمقاييسك لكن ليس تافها بمقاييس الحياة. جيت له وقعدت نشرح لها آخر الأبحاث العلمية، وهي تقول هذا كلام فاضي، لا، تسمع وتهز راسها وكذا عشان تحافظ على اهتماماتها وتحافظ على اهتمامي لتحقيق اهتماماتها. نجي للرغبات، عنده رغبات معينة خاصة. يا أخي ما ينفع الرجال يختمي بينفع وما ينفع، هو خلق بطريقة وتربى بطريقة غير اللي خلقت وتربيتي. العلاقة الزوجية يا سيدي علاقة تكامل، مهيب تماثل. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، وش معناها يا طلال؟ صحيح. هنا ليس الليل يشابه النهار، الليل مكمل للنهار، ولذلك مفروض بعدها يأتي الشمس والقمر، ما جاء. جاء قوله تعالى وما خلق الذكر والأنثى، فعلاقة الذكر مع الأنثى علاقة تكاملية. صحيح. من يحقق التكامل يحقق السعادة، من ينتظر التماثل لا يحقق السعادة. يعني أنا مثقفة بيها مثقفة ما تمشي الأمور، أنا مهتمة بكذا هو يهتم. لو تشابهت الاهتمامات، وتذكر في الدورة طلعت نناقش، لو تشابهت الاهتمامات لصار ملل في الحياة الزوجية. طيب لو اختلفت، يا أخي يتعبون، يا أخي محنا مشتركين، لو قدرت اهتمامه وقدر اهتمامي لجاء درجة الرقي التي تنسينا الاختلاف في الاهتمامات والرغبات. طيب عندي سؤال.